إذا تفكر هنتأمل، وإذا تحملت هنكمل، وإنت قلب وروية ورؤية وحلم حرية، ومش يومات ترجع بينا من الأول. هنبنيها هنبنيها هنزرعها ونحييها حقيقي، مش هنتجمل ولا نجمل، وهي تايهة كما هي، وانت قلب وروية ورؤية وحلم حرية بلادي. استقبل الشارع المصري خبر رحيل الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي بحالة من الحسرة والألم على فقدان رمز ثقافي وحضاري كبير في عالمنا المعاصر. عشت كتير، عشت لحد ما شفتك عجزت يا عبد الرحمن، وقالوا لي قال خلفت، وانت عجوز خلفت يا اخوي وبنات، امال كنت بتعمل ايه طيله العمر اللي فات؟ دلوقتي ما فقت وجايبهم دلوقتي تعمل بيهم ايه؟ على كل اهو ريحه من ريحتك على الارض. فبعد سنوات عده عانى فيها الخالي الأبنودي من المرض، رحل عن عالمنا امس عن عمر ناهز 76 عاما، تاركا لنا ارثا ثقافيا وشعريا بعد خضوعه الى عمليه جراحيه هذا الاسبوع، نقل على اثرها الى العنايه المركزه. ويا مصر يا مصر، وان خيروني مسكن اللاكي، ولاجل تتبسمي يا ما بابات باكي، تسقيني كاس المرار وبرضه بهواكي. ولد الأبنودي عام 1939 في قرية أبنود بمحافظة قنا في صعيد مصر، لأب كان يعمل مأذونا شرعيا وهو الشيخ محمود الأبنودي. تأثر في صباب أغاني سيرة الهلالية، وتخرج في كلية الأداب قسم اللغة العربية جامعة القاهرة. كتب أكثر من 700 أغنية لمطربين عرب، منهم وردة ومجد الرومي والصباح وعبد الحليم حافظ وشادية ومحمد منير. من أشهر أعماله الغنائية عد النهار، وأنا كل ما أقول التوبة بحلف بسماها وبطربها، ساعات لصباح، وآه يسمراني اللون لشادية. آه يسمراني اللون حبيبي يسمراني، آه يسمراني اللون حبيبي يسمراني. حصل الأبنودي على جائزة الدولة التقديرية عام 2001، ليكون بذلك أول شاعر عامية مصري يفوز بجائزة الدولة التقديرية، كما فاز بجائزة محمود درويش للإبداع العربي عام 2014. بيبة آخر الصعيد، بيبة بيبة والصعيد مات، بيبة بيبة خلف بنات. يمكن من أكثر الجمل القصيرة اللي تداولوها كل محبي الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي امبارح، عدى النهار ورحل الأبنودي. الأبنودي رحل بجسده وترك لينا إرث كبير جدا من الشعر ومن الإحساس بحب الوطن. احنا معانا على الهاتف المحاور والإعلامي الأستاذ مفيد فوزي. صباح الخير يا فندم. صباح النور، اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. البقاء لله، بنعزي انفسنا وبنعزي كل محبي الأبنودي. العزاء لمصر حقيقة. اكيد اكيد يا فندم. نعم. حضرتك تقول ايه النهارده في يعني في في وفاه الأبنودي؟ والله انا يعني خليني اعبر فكره الوفاه رغم انها خساره فادحه، انما تعالي نقفز فوق الزمن ونقول ايه اللي ممكن مصر تعمله بعد الأبنودي. اتصور بنوع من التخيل العاقل والواعي ان لابد تتعمل جائزة اسمها جائزة عبد الرحمن الأبنودي. تمام. جائزة الخال، يتبارى فيها شباب مصر في العامية، يعملوا تتحرك القرائح الذهنية. تمام. الناس تفكر، تبدع، تقول، تطلع اللي جواها هذه العامية الجميلة. في يوم من الأيام قال
فيها أحد اللامعين العظام وهو الدكتور طه حسين قال إنه لست أخشى ولا أخاف على العم على الفصحى إلا من عمية بيرم. شوفي قد إيه طه حسين عنده شعور إنه عمية بيرم قد تكون خطرا على الفصحى. بيرم التونسي وتلامذته وأحفاده و تمام. طلع منها عبد الرحمن الأبنودي شاعر العامية الذي جعلها عند الناس كالفصحى تماما. تعرفي أن أم كلثوم العظيمة هي التي روجت للفصحى بأغانيها. مظبوط. لما غنت الأشعار لما غنت القصائد روجت للفصحى. أنا بقول بعد الحزن وبعد الدموع نفكر نعمل إيه للأبنودي. صحيح. نعمل جايزة. نعمل في كلية الآداب نعمل فرع للعمية. من يدري ما يمكن يطلع لنا بعد كده عشرات. مظبوط. زي الأبنودي. صحيح. أنا اللي بعيب عليه إذا أذنتي لي هو الدموع الدموع الدموع. رحل الخال خلاص. رحل بمعنى انه تركنا جسدا. صحيح. لكن من المؤكد ان ثروته اللغوية واشعاره واعماله وكل اللي طلع من القريعة الذهنية بتاعته باقي. ترك ثروة مما لا شك فيه أن عبد الرحمن الأبنودي ترك ثروة. صحيح. أنا بترجى أنك تتبني من صباح دريم، خصوصا أن دريم هي المحطة اللي طول عمرها تبنت عشرات الأسماء اللمعة اللي ربما خرجوا منها بعد ذلك وربما تعثروا كثيرا في الحياة. أنا بقول أنه نعمل جايزة، نعمل قسم، نعمل شيء. انا ما اقدرش اقول لك دلوقتي على الهوى ايه المقترحات، لكن من المؤكد انه المشاهدين العقلاء الواعيين اللي بيعبروا تمام دايما مراحل الحزن لما هو ابعد. لان الابنودي ده خدي بالك انه دخل ضمير امه. صحيح. وخدي بالك كمان انه شكل وجدان شعب. مظبوط. وخدي بالك انه السيدة نهال كمال استطاعت ان تكون عباءة وغطاء وواحة لهذا الرجل في ايامه منذ ان تزوجها. فعلا. خدي بالك ان الابنودي كان بلا اولاد فاصبح لي ابنتين يحملان الاسم. يعني حياة الابنودي نفسها دراما. دراما. صحيح. كبيرة. شوفي بقى لما كان يتقال له ده النهاردة عاملين في الفيسبوك بينعوك. يقول يعني ايه ان انا مت زي بعض. طب انا مت. يعني هذه الفلسفة هذا النبض هذا الوعي هذا الاحساس الجميل اللي طلع من الابنودي على مر السنين يعني بيكفيه انه يقول عدى النهار. صحيح. صحيح. ما لسه كنت بقول يا فندم هي يمكن من اكتر الجمل اللي الناس قالتها امبارح. انا يعني سعيدة جدا بالكلام اللي حضرتك بتقوله في وسط كل الحزن ده، ان حضرتك قلت نعمل جايزة باسم عبد الرحمن الابنودي. مهم ده يعني مهم. احسن حاجة بجد اتقالت من امبارح للنهاردة ان احنا نعمل جايزة باسم عبد الرحمن الابنودي. فعلا زي ما حضرتك بتقول نتجاوز مرحلة الدموع والحزن. ضبط. لانه عارفة الوقوف الكثير في محطة الحزن يجلب النواح. الحزن حزن. صحيح. وشخص زي الأبنودي احنا فعلا يعني الخبر احزننا كلنا فعلا حقيقي يعني. يعني هو حزن مكثف كده زي ما بيقولوا. وعلى فكرة انا مثلا على سبيل المثال تستغربي انا لست كرويا ولكني عشقت الشاذلي ومصطفى رياض. مات الشاذلي
شعرت بغصة من الداخل. صحيح. كنت أرى دائما فنانا هادئا جميلا اسمه إبراهيم يوسف. الله يرحمهم، ربنا يرحمهم يا رب. في هدوء ودون صخب أيضا حزنت عليه. أنا يعني بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وعلى كمان بشكرك إنك خصيتنا النهاردة برنامج صباح دريم بإطلاق مبادرة إن إحنا نعمل جايزة باسم الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي تخليدا لذكراه، وأقل حاجة نقول له بيها شكرا على اللي أنت قدمته لمصر. الإعلامي والمحاور الكبير أستاذ مفيد فوزي، بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وبنستقبل أيضا على الهاتف الشاعر الكبير أستاذ فاروق جويدة. صباح الخير يا فندم. صباح الخير، اهلا بيكي. البقاء لله يا فندم. البقاء في حياتكم، ربنا يصبرنا ويصبر مصر. استاذ فاروق، يعني خليني اسال حضرتك سؤال مباشر كده. ايوه. في وجهه نظر حضرتك وطبعا وخبره حضرتك الكبيره وعلاقتك بالابنودي، من هو عبد الرحمن الابنودي اللي احنا مش عارفين؟ شوف، هو الابنودي الشاعر طبعا علامه كبيره بالنسبه للشعر العاميه المصريه، هو احد فرسانا الكبار خاصه السنوات الأخيرة. الأبنودي انفرد تماما بساحة كشاعر كبير عبر عن وجدان الشعب المصري والشعب العربي، وكان له لغته الخاصة يعني هو لم يخرج من عباهة أحد، هو لغة بسيطة جدا ومعبرة جدا في نفس الوقت. وكان من حسن حظه أيضا طريقة إلقائه لشعره كانت مميزة، فيها اللهجة الصعيدية المميزة دي اللي يمتاز بيها، قريبة من القلب وقاموسه اللغوي كان من الشارع ومن الناس دون إسفاف أو دون تجاوز، وبجانب أنه كان شريك في كل القضايا الوطنية تقريبا. صحيح. كان جزء من أي حاجة بتحصل في مصر بالضبط، من الستينيات لغاية الآن كان مشارك في الأحداث بدور واضح وصريح، ابتداء من الستينات والسد العالي وانتهى بثورة يناير. صحيح. من 4 سنين. طيب. على مستوى آخر، الأبنودي الإنسان كان إنسان رقيق جدا، مجامل، خفيف الظل جدا، ابن نكتة. والحقيقة هو خسارة كبيرة، أولا لأنه هو حالة خاصة جدا، والحالات الخاصة دي بتبقى غير قابلة للتكرار، يعني المواهب الكبيرة دي صحيح بتبقى من حظ الشعوب ومن حظ الأوطان إن هي توجد في زمن ما. الأبنودي أحد هذه المواهب الكبرى. طبعا أستاذ فاروق، كان قبل شوية الأستاذ مفيد فوزي كان بيقول إن احنا نعمل جائزة في الشعر العامية باسم عبد الرحمن الأبنودي، حضرتك رأيك إيه في الموضوع ده؟ بنحاول إن احنا نطلق المبادرة دي دلوقتي حالا من خلال برنامجنا صباح دريم، حضرتك رأيك إيه في الموضوع ده؟ والله ده اقتراح كويس من الأستاذ مفيد، اقتراح منطقي جدا، والأبنودي الاسم والتاريخ والمشوار يستحق أن يكون له جائزة كبيرة، خاصة يعني أنا بتمنى مثلا أن حد من رجال الأعمال هو اللي يطلقها، مش ضروري كل شيء على الدولة. بالعكس، يبقى يمولها أحد رجال الأعمال. تمام. وفي الدول العربية دلوقتي الحقيقة بقت الجوائز بأسماء رجال الأعمال كتيرة جدا ومؤثرة، والناس خدتها الأول كده ببساطة، لكن دلوقتي بقى لها دور ومعترف بيها أدبيا ونقديا. بالضبط. فممكن جدا أحد رجال الأعمال الكبار إن يتبنى هذه الفكرة ويعمل جايزة باسم الأبنودي أو مؤسسة ثقافية كبيرة. مظبوط. تتبنى هذه الفكرة. هي الحقيقة لها يعني جزئين مهمين جدا، أول حاجة إن احنا بنخلد ذكرى هذا الشاعر بنقول له شكرا، وكمان بنتيح فرصة زي ما أستاذ مفيد بيقول احنا ممكن يطلع لنا عشرات شعراء العامية زي عبد الرحمن الأبنودي. والله شوفي، كمان هو أصل العامية في محنة حاليا. صحيح. احنا بنحتاج إلى أسلوب الأبنودي ولغته. العامية دلوقتي أسفت ووصلت لدرجة من الإسفاف شيء غير عادي. أنا ساعات بسمع كلمات أغاني ومسلسل، حتى في الحوارات كمان وصلنا لدرجة هبوط غير عادية. فحتى يعني الحرص على هذه النماذج الرفيعة في العامية ده شيء ضروري، لأن العامية المصرية كانت
مدرسة، كان العالم العربي كله تمام يقرأ العامية المصرية وبيسمعها في الأفلام، وكانت في منتهى الرقي وفي الأغاني، ويعني ما ننساش. فإحنا فعلا إحنا اللي في حاجة إن إحنا نعمل زي هذه الجائزة. إذن حضرتك كمان ضميت صوتك لصوتنا النهار. صوت الأستاذ مفيد وهو اقتراح جميل وممتع. أكيد أكيد يعني. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخلة الشعر الكبير. طبعا أستاذ فاروق جويدة، فعلا لازم نتجاوز مرحلة الحزن وندخل في أن احنا نقول للراجل ده، نقول ذكرى شكرا، شكرا أن أنت قدمت لنا كل هذا الإرث من الشعر. عبد الرحمن الأبنودي كان فعلا زي ما كنا بنقول جزء من أحاسيس الوطن، سواء الأحاسيس دي حزينة أو سعيدة. كان أيضا بيتنبأ بحاجات، ويمكن لو رجعنا الأشعار من الستينات، ودي الحاجة المبهرة في عبد الرحمن الأبنودي، إن احنا ممكن نلاقي قصيدة من الستينات بتتكلم على حاجة بتحصل دلوقتي، أو حاجة من 10 سنين بتتكلم على حاجة بتحصل دلوقتي. من الستينات لغاية دلوقتي، لما شاعر يفضل عنده كل الموهبة دي، سواء في الكتابة أو في الألفاظ أو في الإلقاء، ويكون جزء من الوطن من أول الستينات لغاية دلوقتي، وبيقول بنفس الجودة، بنفس الأداء الراقي، بنفس الألفاظ المعبرة، يبقى احنا هنا واقفين قدام فعلا حاجة عظيمة، حاجة رائعة. من القصائد اللي كتبها الحديثة اللي كتبها عبد الرحمن الأبنودي، قصيدة اسمها هنكمل، طبعا أكيد كلنا عارفينها. القصيدة دي كتبها مؤخرا بمناسبة المؤتمر الاقتصادي. تعالوا نسمع هنكمل ونرجع لكم مرة تانية ونستكمل حديثنا عن الأبنودي. هنكمل وانت قلب وروية ورؤية وحلم حرية، ومش يومات ترجع بينا من الأرض. هنبنيها هنبنيها، هنزرعها ونحييها حقيقي، مش هنتجمل ولا نجمل، وهي تايهة جماهية. وانت قلب وروية ورؤية وحلم حرية، بلادي حلم أولادي، زرعها صبر ومودة، أحايل فيها وأدادي، عشان تطرح لنا وردة برويها ووريها، وقلب في معانيها، وفرج غيرنا أراضيها وبحورها وموانيها، وهيا هقول لكم هيا، بلادي ثابته في ايديا، ورغم ظروفنا لا بهرول ولا تعجل ولا تشقلب ولا تحنجل، وانت همه بتخجل، تاريخ واقف وبيسجل، واذا تفكر هنتامل، واذا تحملت هنكمل وحنكمل وحنكمل، ويلا يا بكرة هل بقى، شبعنا شقة لكن جينا، بتسبقنا غناوينا، ويسبق جهدنا ايدنا، نسابق في السبق غيرنا، وادي الهمة مشتاقة واحنا معاك، واشتقنا ومين يقدر يضايقها، يضايقنا. وإذا معانا وإذا لأ، هنمشي في طريق بكرة بفكرة تشدنا، الفكرة حافظينها وحافظانا، بلدنا جرحنا ونورنا، أراضينا وأجواءنا، هوانا الحر وسمانا، تمد الإيد إحنا نمد، بناة الأهرامات والسد، فاللي معانا يكسبنا واللي ضدنا يندم هيتآمر، لكن ناسي بأن المصري عزمه في النضال قاسي، وإذا منورات وتضيع وقت. دي كانت قصيدة كتبها مؤخرا راحل عبد الرحمن الأبنودي بمناسبة المؤتمر الاقتصادي. هنكمل فيها إصرار للناس اللي بتحب الشعر، وحتى اللي مش مهتمين قوي بالشعر، لما بيسمعوا نبرة صوت الأبنودي وهو بيقول هنكمل، هي نبرة فيها إصرار وفيها تفاؤل أيضا. دي فعلا من الحاجات المبهرة اللي الأبنودي كان متميز جدا بيها، هي موهبة
مش يعني مش حاجة تانية غير ان هي موهبة وحب شديد لعمله وحب شديد لبلده. من الحاجات برضو المبهرة اللي خليني اقول لكم عليها، يمكن ابنودي كان كاتب قصيدة معينة من زمان، من اكتر من 25 سنة، في احد المسلسلات، تترات المسلسلات، وتنبأت بحاجة شبه 30/6 بالظبط. قصيدة كانت اخرها في وسط الضلمة تهل انت ولا نعرف مين فين او امتى. كانت حاجة اللي ممكن يراجعها او يشوفها، كانت كأننا شايفين 30/6 قدامنا من 25 سنة، من ربع قرن. ده اللي انا كنت بقوله لكم، ان احنا الشاعر او شاعر زي عبد الرحمن الأبنودي ازاي كان بيتنبأ بده، وازاي كان حاسس ان هو مش بيقول شعر المجرد، ان هو بيقول حدث، ده شايف تاريخ، ده شايف ناس، ده شايف حاجات بتتحرك قدامه، شايف تصرفات، ما انفصلش عن اي حدث بيحصل في الوطن، سواء الحدث ده كان حدث سياسي او حدث فني او اي حاجة بتحصل في البلد. شاعر زي عبد الرحمن الأبنودي لازم فعلا نتعلم منه، انما تعلمناش منه الشعر، نتعلم منه الحب، نتعلم منه حب بلدنا، حب بعض. في كل لقاءاته كان في وقت الأزمات اللي كان فيها مصر كان حزين جدا، بس كان عنده تفاؤل، كان زعلان قوي وكان متضايق ان في وقت من الأوقات للأسف الشديد مصري كان بيضرب مصري، مصري كان بيتخانق مع مصري، كان بيقولها بمنتهى البساطة بس بمنتهى الإحساس وبمنتهى الرقي. كان بيقول مفيش حد يقدر على مصر، ومفيش حد يقدر على ان هو يعني يحط خنجر في قلب مصر. مصر بتستحمل وبتقف على رجليها لحد اخر لحظة، كان بيقول كده لحد اخر لحظة، كان بيقول مصر هتفضل طول الوقت هي الرائدة، مصر هتفضل طول الوقت هي ام الدنيا. فعلا وداعا عبد الرحمن الأبنودي، وداعا أيها الشاعر العظيم الرائع. وفعلا احنا مش هننسى أبدا وقفتك جنب مصر من الستينات لغاية دلوقتي، كل الفترة دي مش هننسى ان انت كنت طول الوقت جزء من الوطن ده، مش هننسى ان انت علمتنا حاجات كتيرة جدا يمكن وانت مش حاسس بيها. اكيد من كتر حبنا فيك مش في مصر بس وفي الوطن العربي، اكيد روحك حاسة دلوقتي بالكلام اللي احنا بنقوله. انت فعلا زي ما قالت احد صديقاتي، يمكن اللي زي الأبنودي ما يموتش، اللي زي الأبنودي شغله وشعره وكلامه وحبه لبلده هيفضل مخليه عايش للأبد. وداعا عبد الرحمن الأبنودي. يا مصر وان خيروني مسكن اللاكي ولجلة تبسمي يا ما بابات باكي، تسقيني كاس المرار وبرضه بهواك. بلدي بلدي ومالي الا انتي، ولو ظلمتيني مقبولة منك جراح قلبي ودموع عيني. الجرح يشفى اذا بايدك لمستيني، كلك حلاوة وكلمة مصر احلاكي. يا مصر وين خيروني مسكن اللاجي، ولأجل تتبسمي يا ما بابات بابات باكي. يا مصر وين خيروني مسكن اللاجي، ولأجل تسقيني كاس
مصر احلاكي احلاكي كلمة مصر احلاكي بلدي وبالي الا انت ولو ظلمتيني بقبولة منك جراح قلبي ودموع عيني بلدي ومالي الا انت ولو ظلمتيني ظلمتيني بقبولة منك جراح قلبي ودموع عيني الجرح يشفى اذا ايدك لمستيني كلك حلاوة كلك حلاوة وكلمة مصر 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 أحلاكي.